مشاهدينا الأكارم نتواصل وإياكم ووصلنا إلى فقرة حديثنا، وفي هذه الفقرة سوف نطالع موضوعها مهمة جدا، هو استحداث مدينة الإمام الحسين الطبية اللي استحدثت أنظمة حديثة لاستقبال المراجعين. بالتأكيد كل المراجعين ممكن يقدمون للمستشفى فقط حتى يسألون عن موعد ممكن طبيب موجود أو ما موجود أو شنو الأيام والأوقات اللي يتواجد بها. تم يعني تنظيم على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى صفحات خاصة تنظيم هذا الموضوع بشكل حديث جدا، ينظم هذه المراجعات بشكل دقيق. حقيقة معنا ضيف كريم للحديث عن هذا الموضوع، ولكن قبل ما نطالع هذا الموضوع إن شاء الله بالتأكيد عندنا تقرير بتفاصيل كثيرة. خلينا نرحب بالبداية مع إعلام مستشفى الإمام الحسين عليه السلام والزميل كرار الموسوي. أسعد الله صباحكم بكل خير إن شاء الله، وإن شاء الله نلتقي معكم ونحث يعني المراجعين على أنه يفعلون هذا الموضوع اللي بادرتوا به كبداية أولى بتنظيم المراجعين بهذه الوسائل والطرق الحديثة. صباح الخير والعافية عليك زميلنا كرار، وإن شاء الله هذه المبادرات مثل ما تفضلت زميلتي نتعرف عليها أكثر. صباح الخير، أهلا وسهلا، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا بما يخص إعلام يعني المستشفى الحسين الطبي، هناك الكثير من التغييرات وأيضا المستحدثات التي أضيفت للمشفى، يا ريت تتحدث لنا عنها، تفضل. شكرا جزيلا لك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. ضيفنا الكريم، قبل ما نتحدث عن هذا الموضوع وبالتأكيد عندكم تفاصيل كثيرة عن مسألة هذا الاستحداث الجديد، لكن عندنا تقرير يسلط الضوء على بعض المعلومات، خلينا نتابع هذا التقرير من ثم لنا عودة معكم وتفاصيل كثيرة. مدينة الإمام الحسين الطبية في كربلاء هي المؤسسة الطبية الأقدم والأكبر في المحافظة، تأسست في العام 1972 تحت مسمى مستشفى الإمام الحسين عليه السلام، وتوسعت أقسامها وخدماتها بمضي الوقت حتى أصبحت مدينة طبية تضم مجموعة كبيرة من المراكز والأقسام. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. مدينة الإمام الحسين الطبية المستشفى الأقدم في كربلاء، حيث كان المستشفى الأول ويسمى المستشفى الحسيني الذي تأسس عام 1972، وبتقادم الوقت والحاجة الماسة لزيادة الخدمات أصبحت هذا المستشفى مستشفى عبارة عن مدينة طبية. تقدم المدينة خدماتها الطبية إلى أهالي المحافظة والوافدين إليها من داخل وخارج العراق على مدار 24 ساعة، وتعد من المدن الطبية المتكاملة التي توفر تجربة إيجابية تحرص على جودتها وديمومتها جميع الملاكات الطبية العاملة داخل المدينة، في خدمة أفضل للمجتمع الكربلائي وبصورة خاصة ولمحافظات العراق بصورة عامة، حيث أصبحت الآن بفضل التقدم الطبي المشهود في كربلاء. طبعا هذا التقدم الطبي هو ناتج عن اهتمام كبير من المحافظة والعتبات المقدسة في جعل هذه المؤسسات مؤسسات ذات خدمة نوعية أكثر مما هي خدمة اعتيادية، والحمد لله والشكر أصبحت معظم مرضانا اللي يصلون إلينا هم أغلبهم من المحافظات المجاورة أو الجنوبية. قسم الاستشارية يضم أكثر من 15 استشارية تعمل بالنظام الإلكتروني لدخول المرضى. قسم الأشعة يستقبل القسم أكثر من 400 مريض في اليوم لإجراء الأشعة وعلى مدار 24 ساعة، كما يقدم خدمة فحص السونار إلى أكثر من 1000 مريض شهريا باستخدام 4 أجهزة للسونار. ويضم القسم جهازين للرنين يجرى فيهما ما لا يقل عن 40 فحصا في اليوم، مع وجود 4 أجهزة للمفراس تسجل معدلا شهريا يصل إلى 1500 فحص شهريا. المختبر الطبي يستقبل المختبر مراجعي الاستشاريات والمرضى الراقدين والإحالات الخارجية من المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لدائرة صحة كربلاء التي تصل إلى أكثر من 250 عينة خلال اليوم.
نمضي قدما في طريق نعبده بالعطاء والإيثار، فبالعلم والعمل والإنسانية نرسم حياة أفضل ومستقبلا أجمل. إذن شكرا لزميلنا إبراهيم السالم على هذا التقرير اللي وضح لنا به كثير من أقسام مستشفى الإمام الحسين عليه السلام الطبية في كربلاء المقدسة، وبتنوع واختلاف أقسامها نتجه إلى قسم الاستشارية اللي نتحدث أكثر مع ضيفنا لهذا اليوم الأستاذ كرار الموسوي من قسم الإعلام في مستشفى الإمام الحسين عليه السلام. بداية دعونا نتحدث حول التحديث الذي أجري في هذا القسم، تفضلوا. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. سعى إدارة مدينة الإمام الحسين الطبية المتمثلة بمديرها الدكتور صباح الحسيني إلى تقديم أفضل الخدمات لقسم الاستشارية ومراجعها. سعت وحدة الإعلام في المدينة الطبية إلى تقديم أفضل الخدمات لمراجعي قسم الاستشارية. قديما كان الدخول العشوائي للمراجعين يسبب الإرباك بالعمل والازدحام، فسعينا والحمد لله بإنشاء تطبيق يخص مراجعي قسم الاستشارية يوفر لهم أكثر راحة لدخول إلى الطبيب. فبدينا الحمد لله بإنشاء بجلب الشاشات واللابتوبات وتنصيب البرامج في كافة الاستشاريات الـ15 الموجودة في المدينة الطبية، والبدء بهذا البرنامج. هذا البرنامج كل السلس أنه المراجع مجرد يدخل المدينة الطبية يأخذ باص من الاستشارية، وكذلك يروح للاستشارية اللي يريدها، كسور باطنية، جملة عصبية، جراحة عامة، جلدية، أيا كانت، يجيب الباص يروح للاستشارية، ينطي الباص يسلمه، يدخل اسمه بالحاسبة وينطوا رقم. من خلال هذا الرقم راح يعرف أن هذا الشخص تسلسله شقد. من يعرف تسلسله شقد، أكو مصطبات مقابل الاستشارية يستريح عليها، ينتظر رقمه لحد ما يجي. بدل ما كانت قبل وجود هذا البرنامج ما كان أكو هذا النظام، فالمراجع ما يعرف سرى شو وقت أو شو وقت يدخل على الطبيب، فسبب أرباك ضجورة للمراجع. فالحمد لله سعينا بالقضاء على هذه الحالة، انه هذا البرنامج سهل لنا هواي امور. مثلا كحاله مثاليه انه المريض اذا مثلا انطانا الباص وتسلسله 50 وقال اني ما اريد ابقى انا بالاستشاريه، عندي شغله ثانيه بالمستشفى، شنو اللي راح يصير؟ انه يقدر يستلم الرقم مالته، مثلا قال لنا احنا رقمك 50 فتساعة مثلا وتدخل، شو يسوي؟ المراجع نفسه ياخذ الرقم ويروح يكمل شغلته بالمستشفى كاملا، ما عنده أي إشكال. يرجع مثلا لقى النظام بالشاشة واصل 100 وهو تسلسله 50، مجرد يبلغنا أنه رقمه 50 وينطينا اسمه الثلاثي. هذا البرنامج يتيح لنا القائمة اللي داخله قبل مثلا 99 اسم اللي دخله قبل، شنو اللي راح يسوي؟ راح ندخل عليه ونشوف رقم 50 أنه صدق اسمه الفعلي، خلاص يجي يسلم لنا الرقم ويدخل للطبيب كل سلاسة. أحسنتم. نعم. هذا الموضوع ممكن البعض يلاحظ بأنه بسيط، ولكن هو مهم جدا باعتباره نتعامل مع نفسية مراجع ممكن يكون بحالة صحية ممكن تكون صعبة، أو ممكن بالتأكيد الحالة النفسية غير مستقرة. فواحد من الأسباب اللي تسبب إرباك مع الأعداد الكثيرة اللي شاهدناها ضمن هذا التقرير، ممكن الموضوع يسبب إرباك للمراجع وكذلك للاستشارية. ولكن مثل ما ذكرت قبل قليل، هذا التنظيم مهم جدا. خلينا نتحدث عن خطوات شاهدناها ضمن هذا التقرير أيضا، هي مسألة التعاون بين المستشفيات الموجودة في كربلاء والحكومية وبين مستشفى مدينة الإمام الحسين الطبية، بأنه يستقبلون التحليلات المرضية وحتى ممكن إجراء بعض العمليات. حدثنا عن هذا التعاون، كيف تم التنسيق له؟ الحمد لله مدينة الإمام الحسين الطبية توفر العديد من الأجهزة المتطورة وحديثة ورصينة المنشأ، حيث أدخلت أجهزة عديدة في مدينة الإمام الحسين الطبية لسنة 2023 سهلت على الجراح، الطبيب الجراح تعرفين يدخل المراجع على قسم الاستشارية لإجراء عملية جراحية، هاي تسمى الباردة، وعندنا عمليات طارئة. العمليات الباردة اللي تجرى من خلال قسم الاستشارية بسبب إدارة المدينة الإمام الحسين الطبية بتوفير الأجهزة الطبية المعتمدة ورصينة المنشأ، سهلت للطبيب إجراء الكثير من العمليات، وكذلك أجهزة حديثة بإجراء التحاليل الهامة لإجراء العمليات الجراحية. الكثير من الأجهزة الموجودة في المدينة الطبية هي حديثة المنشأ، وتستخدم لعمليات جراحية، عمليات كبرى سابقا ما كانت تجرى في المدينة الطبية أو صعوبة بسبب عدم توفر هذه الأجهزة. والحمد لله والشكر
مدينة الإمام الحسين الطبية تطورت بإجراء العمليات الجراحية. حاليا بدأنا بجراحة النواظير، وهي يعني تسمى العمليات في قمة الهرم، يعني أعلى شيء بالعمليات هي الجراحة الناظرية بسبب الأجهزة الحديثة والمتطورة التي دخلت مدينة الإمام الحسين الطبية. نعم أحسنتم، يعني كل التحديثات اللي أجريت كيف ممكن أن يتعرف عليها المراجع، أو كيف ممكن أنه يستكشف ما توفره مدينة الإمام الحسين من خدمات؟ سعت إدارة مدينة الإمام الحسين الطبية بالحوكمة الإلكترونية التي دخلت حديثا إلى مدينة الإمام الحسين الطبية، حيث قامت وحدة الإعلام بإنشاء موقع إلكتروني على جوجل يسموه جوجل سايت. هذا الموقع الإلكتروني وضعنا كل المستشفى والإنفورميشن المعلومات الخاصة بها بهذا الموقع، حيث وين ما كان الشخص بالبيت بالعمل بالسيارة وين ما كان، المهم عنده إنترنت يدخل على الرابط اللي موجود في صفحتنا في الفيسبوك مدينة الإمام الحسين الطبية، يدخل على هذا الرابط راح يشوف كل ما يخص مدينة الإمام الحسين الطبية بهذا التطبيق. مثلا في قسم الاستشارية تتوافر فيه جميع جداول الأطباء على مدى شهر كامل، ويتم التحديث في كل شهر بشهره. نعم. وكذلك وجود الأطباء. هل يمكن الحجز عبر هذا الموقع عند طبيب معين أم لم تستحدث بعد؟ بسبب وجود الكثير من المراجعين يبلغ عدد اليومي لاستشاريات مدينة الإمام الحسين الطبية 1500 مراجع تقريبا باليوم الواحد. صعوبة تقديم حجز إلكتروني بسبب أن أولا المستشفى حكومي، وثانيا الكثير من كبار السن يدخلون هذه الاستشارية، والأغلب أنهم لا يملكون أجهزة هواتف ذكية للحجز المسبق، لهذا يسبب قليلا من الأرباك ولا يمكن تطبيقه في الآنين يعني. ولكن هنالك خطة مستقبلية. نعم إن شاء الله مستقبلا يتم التخطيط إليه، في حال ممكن هنالك خطة انقسام قسمين، هنالك الإلكتروني واللي يجي يعني مباشر يحجز ماكو أي إشكال. خلال هذا السايت اللي موجود اللي ظاهر أمامكم، هذا الموقع الإلكتروني بي كل جداول الأطباء المحدثة كل شهر بشهر نحدثه، كذلك الاستشاريات المتوفرة في مدينة الإمام الحسين الطبية، يعني أوقات دوام الطبيب وتواجده في المستشفى. نعم بالضبط، تواجد الطبيب، أوقات الدوام، عطل الاستشارية اللي موجودة، أقسام المدينة كافة، العمليات التي تجرى، الأخبار العاجلة المهمة من إعمار، كون إن المدينة الطبية حاليا في حالة إعمار كبيرة، وبسبب هذه الأعمار قد تغلق أبواب وتفتح أبواب أخرى للمراجعين. ننوه من خلال هذا الموقع الإلكتروني الخاص بنا عن دخول المراجعين من الأبواب التي فتحت لهم وغلقت بسبب الأعمار الذي يحصل، في الحال أن قسم الطوارئ الآن في حالة إعمار وتجديد وتأهيل وصيانة وبناء بناية جديدة خاصة بقسم الطوارئ. وهذا اللي ردت أنه أسألكم عنه، هل هناك مثلا مستحدثات في طور أنه ده تعملون عليها وده تشتغلون عليها من ضمن قسم الطوارئ أو غيرها؟ نعم نعم، هنالك بناية جديدة لقسم الطوارئ، بناية جديدة لقسم الطوارئ، حيث تم بناء بناية إضافية لقسم الطوارئ وتأهيل البناية القديمة. نعم. حيث أن البناية الجديدة استضافت إلى مثل ما نقول بناية كبيرة لباطنية الطوارئ وكذلك العناية المركزة، حيث سيصبح العناية المركزة في قسم الطوارئ نفسه، ويصبح الطوارئ مركزا عاما مستقل يحتوي فيه الجراحة والباطنية والعناية المركزة. نعم جميل جدا، هذا الأفضل للمرضى خصوصا في حالات الطوارئ، نعرف أنه يكون مزدحم مع الاستشاريين، مع من يدخل من الأشخاص، مع كل من يزور المشفى، هناك يعني يمكن يصبح زخم كبير، فجميل جدا أنه يعني يفرز أو ينفصل قسم الطوارئ عن الأقسام المستشفيات الأخرى. إن شاء الله مستقبلا نلمس ويرفع الستار عن هذا المشروع. شكرا جزيلا لك الأستاذ كرار الموسوي من قسم الإعلام في مدينة الإمام الحسين عليه السلام الطبية، شكرا لكل المعلومات اللي زودتنا بها، ونشد على أيديكم إن شاء الله في العمل و إجراء مستحدثات كثيرة في هذه المدينة لخدمة المواطنين. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا، ومحياكم إن شاء الله.
نعم، إذا سوزان كانت هناك كثير من المستحدثات، لربما هي تفاصيل صغيرة لكن هي مبشرات خير إن شاء الله، على أمل أن يكون هناك تطور أكبر في هذه المدينة رغم كل الجهود. إحنا نعرف إيش قد أنه تعب الأطباء وضغط عليهم لكون هذه المدينة هي الأبرز في مدينة كربلاء المقدسة اللي يتجهوا لها خصوصا يعني ذوي الدخل المتوسط إلى المحدود جدا، ويعني جدا سعفتهم وسعف العوائل الكربلائية حتى من مدن أخرى، خاصة اللي يجون عفوا زوار من محافظات أخرى. نعرف أنه أيضا أثناء زيارتهم مدينة كربلاء يعني تحتمل أعداد كبيرة من الزوار، فأيضا رح يصير لود على هذه المدينة الطبية إن شاء الله نحو تطورات أفضل إن شاء الله. كان حديث طيب وبشارات جميلة مثل ما ذكر قبل قليل بأنه هناك استحداث لمناطق كثيرة وللطوارئ، باعتبار مثل ما ذكر الأعداد كانت ضمن هذا التقرير مهولة وكثيرة جدا تستقبلها هذه المدينة الطبية. بهذه الأعداد وبهذه الإمكانيات إن شاء الله دائما هناك تقدم وهناك توسع الكثير من المجالات حتى تستوعب هذه الأعداد، مثل ما ذكر قبل قليل الدكتور كرار المسؤول عن إعلام مستشفى الإمام الحسين سلام الله عليه.